اوه, أوه، لقد تعبت ايها الحمال انزل هذه البضائع في هذا المكان بسرعه على الفور يا سيدي على الفور خذ اجرتك ايها الحمال وماذا ساشتري بهذا الدرهم انه لا يصلح الا لشراء نصف رغيف من الخبز وأنا جائع، جائع جداً. <applause> دجاجة مشوية وثلاثة أطباق من الخضروات، يكون حسابك عشرة دراهم. <applause> تفضل، إنما طعامكم فاخر جداً. آه، جاءتني فكرة. سوف اقترب من هذه القدور العامره باصناف الطعام واقطع من رغيفي لقمه ثم اعرضها للبخار المتصاعد ثم اكل بالهناء والشفاء ما احلى طعم بخار الطبخ منذ زمن بعيد وانا لم اذق اجمل ولا اطعم من هذه الرائحه والان انتقل الى رائحه بخار اللحم المشوي والدجاج لقد شبعت تماما وسوف افعل ذلك كل يوم انتظر ايها الرجل اين الاجره انا صاحب المطعم وانت اكلت رغيفين على بخار الدجاج واللحم المشوي فيكون مجموع حسابك ثلاثه دراهم ها؟ ماذا تقول اجره ماذا انا لم اتناول سوى البخار وتريد ثلاثه دراهم هذا المطعم افخر مطاعم المدينه وكل شيء فيه له ثمن حتى بخار طعامنا له ثمن وان لم تدفع فساخذك الى القاضي سيدي القاضي ان هذا الحمال احضر رغيفين كبيرين واخذ يعرضهما الى بخار طعامي واكل حتى شبع وماذا تريد ايها الرجل اريد ثمن بخار طعامي ثلاثة دراهم لا ينقصون درهما واحدا. هل أنت مجنون أيها الرجل لكي تطلب ثمن بخار طعامك؟ يا لك من رجل جشع. لست مجنونا ولا جشعا، إنني أطلب حقي. مم. أيها الرجل، سوف أعطيك حقك كاملا. آه! <applause> آه أذني آه أذني ماذا تفعل أيها القاضي؟ اسمع هيا اسمع اسمع أيها الطماع الجشع اسمع آه آه أنا لا أسمع إلا رنين الدراهم التي تسقط آه آه نعم هذا هو حقك فمن باع بخار الطعام قبض رنين الدراهم